English is easy from Sound Cube channel. Hope you enjoy our journey. الإنجليزية بسهولة من قناة Sound Cube. إليكم الأزمنة وسنتحدث عن الزمن الماضي ومفردات دالة عليه. We're gonna talk about the tense, the past tense, and some vocab or some words to express the tense. Yesterday, بالأمس. Yesterday, بالأمس. Last week, last week, الأسبوع الماضي. Last month, last month, الشهر الماضي. Last year, last year, السنة الماضية. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن سنة فائتة أو شهر أو أسبوع نسبقها بكلمة last. Week يعني أسبوع, month وتعني شهر, year وتعني سنة. لنكررها. Last week تعني الأسبوع الماضي. Last month الشهر الماضي. Last year السنة الماضية. إليكم بعض الكلمات الأخرى لتدل على الأزمنة بالماضي. An hour ago. An hour ago تعني الساعة الفائتة. This morning. This morning هذا الصباح. هذا الصباح نقولها this morning. وإليكم كلمة أخرى. When I was born. When I was born عندما ولدت. فهنا نتحدث عن زمن أو حدث حصل في الماضي عن الولادة. ولدت في زمن فائت فأقولها When I was born. Born وتعني ولدت. When عندما. فنقولها كالتالي When I was born. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الرحلة السمعية من قناة Sound Cube هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم. Hope you enjoy our journey from Sound Cube channel هدى كربوج. Share, subscribe, like and keep it up.